اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم وبعظمه لسانه. وشفنا ازاي الزملاء اللي قالوا انه او كابتن ايمن عبد العزيز قال لك الموسم اللي فات الحكم او التحكيم لعب دور كبير جدا في فوز الاهلي بالدوري. جيب باله باللقطه والسقطه ازاي ست مباريات متصله الزمالك اتجامل فيهم بالتحكيم، منهم خمس مباريات كان ما يكسبهمش ابدا لولا مساعدات التحكيم بشهاده خبراء التحكيم. وشفنا الاهلي ازاي تعرض لما تعرض له من مباريات كتيره جدا، حتى مع الحكام الاجانب جابوا حكم صربي لمباراه الاهلي وبيراميدز. الحكم الصربي كان اسمه دانييلو جروبيتش، تجاهل طرد علي جبر وتجاهل ضربه جزاء صحيحه جدا للاهلي. وده مش راينا، ده برضه راي الكابتن احمد الشناوي. اللعبه دي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، اللي هي كان اللاعب ينفرد وعلي جبر بينزل في الارض، لمس اليد علي جبر اهو اهو بالشكل ده اهو، خلاص هنا كده. ده مين اللي منع ازارو من تملك الكره؟ قدم علي جبر ولا ايده؟ ايده. اذا ايديه منعت تملك ازارو من انه يلعب الكره. لمسه يد واضحه لا تحتاج لا لتقدير ولا تجيش، ده ما تقوليش تعمد، يعني ما فيهاش حاجه لازم تتحسب. ما حسبهاش وكان لازم انذار لعلي جبر وما اداش الكلام ده. نشوف الحاله اللي بعد كده. بص انا جايب لكم اهو، نقف هنا. قدم مين على مين هنا؟ علي جبر على الاحمر. الشرب الابيض على الاحمر ولا لا؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك لما ثبت رجله. طبعا كلكم كباتن ولعبت كوره، اللاعب عشان يتحرك اول ما هيعمل جسمه قدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبته لازم يسقط في الارض. وبالتالي هنا خطا واضح وركله جزاء. للاسف الشديد ان هو لو ما احتسبهاش انا كنت ممكن اقول ماشي، ده كلام جميل ما فيهاش مشكله، لكن كونه يعاقبه بانذار انا ليه ركله جزاء تحسبها عليا يعني اندايركت وانذار. الحقيقه يعني انت بتقول الماتش ده، لا في الماتش الثاني بتاع الدوري نفس الشيء، كان في ضربات جزاء لحسين الشحات حاجه ولا اوضح ولم تحتسب للاهلي، وكلها ضربات جزاء مؤثره ادت الى هزيمه النادي الاهلي بفارق هدف، يعني كلها حاجات مؤثره جدا. ف كان في الكاس بتاعت الشحات، كانت في الكاس، في الكاس لكن في الدوري ايضا كان في بتاعت احمد الشيخ بقى بالظبط. طيب نسكت؟ طلع حد برضه في قناه الزمالك تاكيدا على كلام ايمن عبد العزيز وقال لك لا، ده ايمن عبد العزيز الراجل قال 30% من بطولات الاهلي بالتحكيم، لا ده الاهلي النسبه اكتر من كده، ده ايمن عبد العزيز كان مؤدب. ليه يا عم؟ قال لك ده لولا ان الزمالك بيبقى فيه حكام اجانب ما بيكسبش الاهلي، وان ما دام فيه حكام اجانب الزمالك يكسب الاهلي الحمد لله، والاهلي ما بيكسبش الا مع الحكام المصريين. لا الاهلي ما بيكسبش الزمالك الا بالحكام المصريين. طب ايه رايكم بقى؟ اخر 15 سنه، اخر 15 سنه طبعا كلها حكام اجانب، المعيار اللي الناس ارتضته، الخواجات من كل دول العالم بمختلف جنسياتهم جم يديروا لقاءات القمه. اخر 15 سنه الاهلي والزمالك في كل البطولات محليه وافريقيه لعبوا كم مره؟ 41 مباراه، 41 مباراة صفارة أجنبية في لقاءات القمة في آخر 15 سنة. الأهلي اللي ما بيكسبش إلا بالحكام المصريين والأجانب اللي دايماً وأبداً فير قوي، عشان كده الزمالك بيكسب. النتيجة إيه في ال 41 مباراة؟ 24 مباراة فوز الأهلي و12 تعادل، يعني 36 مباراة لم يستطع الزمالك تخيل من 41 مباراة الفوز على الأهلي. ها؟ الزمالك كسب خمسة، الأهلي كسب 24 اتعادلوا 12. الزمالك اللي بيستفيد من عدالة الخواجات عشان الحكام المصريين وحشين ظلمة. الزمالك في ال 41 مباراة كسب الأهلي خمس مباريات منهم اتنين بركلات ترجيح. لا وفي واحدة من ركلات الترجيع الحكم قال أنا آسف، تخيلوا ضربة جزاء في الوقت ماتش السوبر بتاع 2017 بلقب، دي لقب ضاع. نفكركم بالحكم التشيكي اللي بيعتذر انه كان الاهلي له ضربه جزاء تغير مجرى المباراه والبطوله نفسها، والراجل اعترف بلسانه بس واضح انه كان تشيكي اهلاوي. نسمعه.
Yeah, I saw in this on the match also he played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. بنسبة 100% بنسبة 100% كانت واضحة تستحق ضربة جزاء بنسبة 100 يا صلاة النبي. بس هو الفرق ايه بقى؟ لو الراجل كان كتب الكلام ده في السكور شيت كان غير النتيجة. يبقى ايه؟ الخمسة كبار من ال 24 الخمس مباريات اللي منهم اثنين بركلات ترجيح وثلاثة متشفيين دول أكبر من ال 24 ما دامنا احنا دخلنا في السكة دي. بس ده الحساب الواقعي الحادث اللي موجود.